بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمين يا سيدنا يا عظيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني برومي سي جاردان لا سو بارادي لا اللي برومي او ديفو او بيو. مثل الجنة التي وعد لا بروميس ديفين اكتيف التي وعد المتقون، تجري من تحتها الانهار وكل ودائم، يعني كل ما ستتناوله في عالم الروح وعالم العقل و دائم لا قطع. خمر الجنة دائم وانت تحتسيها ولا تختل عقلك، لأنه اللي في الدنيا ربي أراد أن يكون خيرها أقل من شرها، لذلك حرمها. شو معظم ربي كرب مشرع، واللي أي أمر خمر ولا ميسر ولا أي شيء آخر ولا عبادة الأصنام فيها شر يغلب الخير، حرمها على المؤمنين لأنهم أهل الله وخاصته، وإحنا أهل القرآن أهل الله وخاصته. وإذا كان تحبوا تقزمونا فأنتم تجريوا وراء سراب. أعلى أهل الله وخاصته، أعلى أهل القرآن، هكذا نطق نبينا عليه الصلاة والسلام واصفا لنا وصفة متلازمنا في الدنيا. وأثناء جولتنا البرزخية الكريمة وفي آخرتنا الدائمة كما قال الله، يعني خالدون فيها وأنتم خالدون في نار الجحيم. هون حكم ربي تم للطرفين، والسلام.